نعم، هذا أبو بدر يقول: ما هو علاج العين علما أني لا أعرف من أصابني فيها أو بها؟ علاجها بذكر الله وبالرقية الشرعية والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وربما يكون هذا توهما منك وليس هناك إصابة حقيقية. كثير من الناس يتوهم هذه الأمور، فعلى المسلم أن يتوكل على الله وأن يكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن والورد في الصباح والمساء، ولا يضره إن شاء الله. نعم.